انجلترا. ضيفنا هو كابتن لسعد سبيتا، عضو رابطه كشافي الاتحاد الانجليزي لكره القدم، يكلمنا اكتر عن الموضوع. بس بدايه طبعا لازم نقول له اهلا وسهلا بيك، وشكرا على مشاركتك معنا في السادسه. اهلا وسهلا على شاشه الاهلي. السلام عليكم، اهلا وسهلا بالمتابعين، وشكرا على الاستضافه، وشرف نكون على قناه الاهلي. كابتن لسعد، بدايه بس حابب حضرتك تعرف الناس ايه هو او ايه هي طبيعه عمل رابطه كشافي الدوري او الاتحاد الانجليزي لكره القدم، وايه الدور اللي انتوا بتقوموا بيه، وانت كواحد من الكشافين عضو الرابطه طبعا، ايه اهم الحاجات اللي عملتها، او ايه اهم حاجات اتحطت في السي في بتاع حضرتك؟ رابطة الكشافين لكرة القدم ببريطانيا هي تنقسم ثلاثة مراحل. في تحليل يقع تكليفنا لحضور مباريات أو مشاهدة مقاطع فيديو، إما لتحليل المنافس أو لمتابعة لاعب أو لتحليل أداء بعض اللاعبين. بيقع كل اسبوع نروح نحضر مقابلات كرة قدم، يقع مدنا باسم اللاعب متابعته وتحليل تحليل ادائه، تحليله في مقابله، وتقديم تقرير للفريق اللي كلفنا. دوركم بيبقى مقتصر بس على متابعه ماتشات الاتحاد الانجليزي او اتحادات الكره البريطانيه، ولا بيتعدى ده خارج الحدود؟ يعني من الممكن انكم تستكشفوا مواهب في افريقيا او في امريكا الجنوبيه او في اسيا او في اي مكان في العالم؟ لا، لحد الان دورنا يقتصر على البطولات البريطانيه الانجليزيه. شفت ازاي؟ يعني يختلف، شفت يختلف دور كشافي، يختلف حسب المراحل السنيه. هل في رخصه معينه، لايسنس معينه مفروض انكم بتحصلوا عليها عشان يعني تقوموا بالدور ده؟ اكيد اكيد، في رخصه عن طريق الاتحاد الانجليزي والاتحاد الاسكتلندي، كذلك في رخصه عن طريق رابطه كشافي المواهب اسمها بالانجلش البي اف تي اي. واي واحد، اي انسان ينجم ياخذ شهادة دي، مش لازم يكون لاعب قديم ولا لاعب كبير. انك تكون موهوب، انك تكون تحب تتعلم وعندك الرغبة في التعلم. انا عارف طبعا ان في يعني فروق فرديه كتيره جدا، وعين عن عين بالتاكيد بتختلف، لكن كابتن لسعد سبيتا لما بتيجي تدور على موهبه جديده في عصر الكره اللي احنا بنعيشه دلوقتي، هل بتشوف انه المتطلبات او المواصفات المرتبطه بتقديم موهبه جديده اختلفت عن قبل كده؟ هل حجم المهاره او يعني مهاره كره القدم ما بقتش بتمثل الجزء الاساسي، وبقى في معايير تانية زي مثلا على سبيل المثال يعني القدرات البدنيه، السرعه، القوه، الانضباط التكتيكي؟ يعني ترتب لي كده على اي اساس انتوا بتقيموا المواهب عشان تقولوا انه دي موهبه يعني جيده او موهبه متواضعه مثلا؟ اكيد، هو المعنى الحقيقي لعمليه اكتشاف المواهب هي عمليه ايجاد لاعبين واعدين للنادي. كلمة موهوب معقدة، فالتحدي الأساسي في اكتشاف المواهب هو قابلية اللاعب أو اللاعبين للتطور في المستقبل، وتكون على طريقة علمية صحيحة، خاصة مع وجود مجموعة كبيرة من العوامل اللي تأثر في عملية تطوير اللاعب. وتقييم اللاعب يكون على في أربع مراحل: مرحلة تكتيكية، الجانب التكتيكي، الجانب الفني، الجانب الفيزيولوجي، وكذلك الجانب النفسي. ليو ميسي مثلا واندرياس انيستا، اتنين من اعظم اللعيبه اللي شفناهم في العشرين سنه الاخيره في كره القدم، رغم ان هم ما عندهمش مثلا بنيه جسديه قويه او تكوين بدني، يعني لا يتمتعوا باي نوع من انواع القوه على الاطلاق، لكن كان ما حدش يقدر ينكر ان هم اتنين من اعظم اللعيبه اللي لعبوا على الاقل خلينا نقول في العشرين سنه الاخيره. صحيح، هذا في مشكل بالنسبه للعامل، معنى السن يختلف. فمثلا في نجم نشوفه في مثلا في نفس السنه، اذا اللاعب مولود في جانفي يختلف عن اللاعب الموجود في ديسمبر، لذلك ما نعملوش خلط في الاعمار، خلط في البنيه الجسديه. فاللاعب في 10 سنوات 11 سنه اكيد مش يتطور بدنيا. في المرحله هذيك لازم ناكدوا
ونشوفه تقييمنا يكون على أساس الجانب التقني الجانب الفني وقابليه التطوير. طب خليني أسألك حاجة ليها علاقة شوية، وانا عارف انك طبعا في اصول تونسيه، لكن يعني هي حاجه تتعلق باللاعب العربي واللاعب الافريقي بشكل عام. وبما انك بتشتغل في انجلترا فانت اكيد عارف ان جزء كبير جدا النهارده من المنتخبات الاوروبيه، منها هولندا منها فرنسا منها مؤخرا المانيا مثلا، بتعتمد على لاعبين من اصول عربيه او من اصول افريقيه وحققت معاهم نجاحات. بل انه ازيد على ده كمان انه في لعيبه افارقه وعرب في السنوات الاخيره كانوا الافضل على مستوى دوري زي الدوري الانجليزي. محدش يقدر ينكر انه مو صلاح وانه حكيم زياش وانه رياض محرز وانه اشرف حكيمي بقوا من اهم الاسماء للكره في اوروبا. من وجهه نظرك ازاي نقدر نطور او ازاي نقدر نترجم الامكانيات دي الخامات دي بحيث انه المنتخبات العربيه والافريقيه تبقى على نفس القدر ونفس القوه من المنافسه، رغم ان احنا شفنا في كاس العالم طبعا منتخبات نجحت بشكل كبير زي المغرب يعني. اكيد أول حاجة أن لازم نعمل سؤال، هل وفرنا البيئة لصناعة لاعبين جدد ولاكتشاف هذه المواهب؟ فكل مربوط بسياسة لما عوامل جانبية كسياسة الدولة، سياسة الدولة، الوضع الاجتماعي والاقتصادي للاعبين، الإطار التعليمي، لازم نوفروا إطار تعليمي وإطار تدريبي متوازن. مثلا في بريطانيا ثم الاف الملاعب والاف البنيه التحتيه والاف المدربين والاكاديميات، وهذا يسهل ان الاطفال يلعبوا ويتعلموا وهكا نجموا نكتشفوا مواهب جديده. اذا اول حاجه لازم البيئه، نوفروا البيئه ونوفروا المدربين. اذا 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 نحبوا على اللاعبين متطورين لازمنا مدربين متطورين. كابتن الأسعد زبيتا بشكرك شكرا جزيلا على المشاركة معنا في السادسة.